اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا المعتاده عبر الصحف نقدمها لكم من قناتكم شوف تيفي. نستهل جولتها من يوم المساء والتي عنونت في الصفحه الاولى: شخصيات نافذه تنهب المليارات من الملك البحري والولاة يهددون باستعمال القوات العموميه. وفي تفاصيل: الصراع بين وزارة التجهيز والشخصيات النافذة حول الملك البحري يزال متواصلا، حيث كشفت مصادر مطلعة أن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري سارعت في تحرير الكثير من العقارات التي كان يسيطر عليها خواص بموجب عقود انتهت مدة صلاحيتها منذ سنوات. فقط تفاصيل تقرؤونها بيوم المساء. الجزائر مقبلة على انهيار شامل، عنوان اخترناه لكم من يوم الأحداث المغربية. هو في التفاصيل: بشكل غير متوقع فجر مدير ديوان الرئيس الجزائري أحمد يوحي أول أمس السبت قنبلة ظل محيط بوتفليقة يخفيها عن الجزائريين. يوحي قال إن بلاده مقبلة على انهيار شامل وقد تعجز حتى عن دفع أجور الموظفين. فقد تفاصيل تقرؤونها بيوم الأحداث المغربية. ونختم الجولة بيوم أخبار اليوم والتي عنونت: أحداث شغب الكرة تطيح بمسؤولين أمنيين في طنجة. وفي التفاصيل: توصلت ولاية أمن طنجة مساء الجمعة الماضية ببرقية من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني تقضي بإعفاء كل من رئيس القيادة العليا للهيئة الحضارية لطنجة محسن مشيش ورئيس الدائرة الأمنية السابعة عمر فاتحي بناء على تقارير نتائج التحقيق التي توصل بها أخيرا. وقد تفاصيل تقرؤونها بيوم أخبار اليوم. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى ختام جولتنا عبر الصحف. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.